كيف تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وتحدث فيها حول أهمية الوقوف على الإجراءات المتعلقة مصريا بالكشف وتكثيف على عدد الاختبارات والتحذير من قلتها حتى هذه اللحظة؟ يبدو أن الانتقادات الواسعة اللي توجهت لمنظمة الصحة العالمية في تعليقها على تناول السلطة الحاكمة في مصر أتت أقولها بأنه ابتدوا على استحياء أن هو ينتقد طريقة النظام المصري في التعامل مع الأزمة، لأن إحنا لقينا في الحقيقة الأطباء تأثروا بشدة. الأطباء في مصر عددهم غير كافي لمواجهة وباء شرس بهذا الحجم. حضرتك عندك لو بصيت لعدد الأطباء في بلد تعدادها 100 مليون هتلاقي أن كلهم على بعضهم 150 ألف طبيب، المفروض أن هم في منظومة صحية تراعي 100 مليون مصري، فكيف لهذا العدد الضئيل إن هو يواجه وباء شرس مثل وباء الكورونا؟ هي المشكلة دكتورة منى في عدد الأطباء ولا في كمية المستلزمات والأدوات التي بحوزة هؤلاء الأطباء؟ دي قصة أخرى وصورة أكثر قتامة وسواد، لأن لو حضرتك بصيت إلى مثلا لو قلنا على السراير العناية المركزة اللي المفروض الطبيب يواجه بيها وباء الكورونا، هتلاقي ان المعدل العالمي بيتكلم عن سرير رعاية مركزة لكل 7000 مواطن. حضرتك في مصر احنا عندنا سرير رعاية مركزة لكل 800 ألف مواطن، فحضرتك لازم تتخيل الصورة قد إيه بشعة وقاتمة وسوداء.